كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبورغ للمناخ، كما التقى المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الألماني فرانك شتاينماير وكبار رجال الدولة ورؤساء الشركات الألمانية. المزيد في سياق هذا التقرير. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبورغ. كما استقبل المستشار الألماني أولاف شولتز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية في برلين. وعقد مؤتمر صحفي بين الجانبين، وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيداً سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات. كما أشار السيد الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، حيث أكد المستشار شولتز من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية. وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار نموذج ناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية،
على غرار شركة سيمنز والذي أثبت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في برلين مع السيدة كريستينا لامبرشات الوزيرة الاتحادية للدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية. كما عقد السيد الرئيس أيضاً لقاء المائدة المستديرة مع رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات والاتحادات الألمانية، حيث دار حوار مفتوح بين رؤساء الشركات الألمانية والسيد الرئيس والسادة الوزراء المصريين حول آفاق التنمية ودفع الاستثمارات الألمانية في مصر.